السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة رجعنا لكم بفيديو جديد عن لعبة المدرب الأفضل وأقوى الخطط الدفاعية والمتوازنة. إن شاء الله النهاردة هنحكي عن خطة 4-2-3-1. ولو أنت لسه جديد أو لسه أول مرة تتفرج علينا، أتمنى منك تشترك في القناة وتدينا اللايك عشان نتحفز لفيديوهات جديدة أكتر. ولو أنت من عشاق المدرب الأفضل، فنصيحة من أخوك إنك كده كده هتستفيد من فيديوهاتنا، فاشترك يلا كده وادعمنا بقى. ونخش نشوف الخطه والتكتيكات. اول حاجه هي زي ما قلنا في 4-3-3، اهم حاجه في الخطه التمركزات. تمركزات خطه 4-2-3-1، التمركزات هي اهم حاجه في اللعبه. فنيجي دلوقتي للتمركزين المهمين جدا في خطه 4-2-3. اول تمركز هو مكان جواندوجان ولويس البرتو. طبعا هنا يفضل، يعني لما نيجي نطلع نمسحهم كده من مكانهم ونرجع، هنا يفضل الواويه والواو شين. هاتوا دي بروين هنا. هنا يفضل الواويه والواو شين. انت معكش واويه واو شين، بس طبعا يفضل الواويه والواو شين لانهم مهمين جدا جدا جدا، لان انت الخطه ديت اصلا يعتبر بتمسك خط النص. فانت لما تيجي تبني الهجمه، مين اللي بيبني الهجمه؟ مستحيل يكون مثلا راس الحرب لوحده او ديبي لوحده، لا هتبقى صعبه جدا. فالواويه والواو شين بيزيدوا، بيبقوا جناحين هه شين وهه يه عشان يساندوا ديبي، وبالتالي برضو الظاهرين بيطلعوا يساندوا. فاحنا محتاجين هنا ظهير ايمن، بهنا الداليه والدالشين والواويه والواوشين، اهم اربع تمركزات في خطه 4-2-3-1. طب يا عم احمد، ما عندناش واويه وما عندناش واوشين، طب هنلعب ازاي؟ بص، في احتمالين، ان انت لو معاك واويه واحد، او يعني معاك واويه ومعاكش واوشين، او معاك واوشين ومعاكش واويه، فانت تنزل الواوشين في حته وتحط في الناحيه الثانيه واو ه، واو ه شبه دي بروين كده. طب انا معيش خالص لا واويه ولا واوشين ولا اي حاجه، فانت في الحاله دي هتضطر تحط واو ه في الثلاث تمركزات اللي في النص الملعب، اللي هم مكان دي بروين ده ومكان الواويه ومكان الواوشين، تحط ثلاثه واو ه. طب في حاله دي، في حاله ان انت فريقك متوازن، قد الخصم في مستواه، قد الخصم في قوته، اضعف من الخصم سنه، اقوى من الخصم. في حاله طيب انا اضعف من الخصم كتير ومش عارف احط الواو ه كده، الفريق هيبقى هجومي، النزعه الهجوميه هتبقى عاليه. طب انا محتاج ادعم خط النص بخطه تكون متوازنه، الدافع ان انا اضعف من الخصم. ففي الحاله ديت انت هتستغني عن الواو ه، وهنحط مكانهم هنا المره دي واو بس. اي واو، اذا كان واو ذو نزعه هجوميه او ذو نزعه دفاعيه، واو مكان الواو ه والواو ه، دي في حاله اذا كنت انت اضعف من الخصم. اذا كنت انت في مستوى الخصم او اقوى منه، فانت يفضل تحط الواو ي والواو شين في تمركزاتهم، او تحط مكانهم واو ه. وكده خلصنا تمركزات 4-2-3-1. تعال نروح للتكتيكات. وطبعا زي ما انتم عارفين وكل عارف ان 4-2-3-1 بتلعب تسديد على المرمى. فانت اول حاجه دي التسديد على المرمى. بص بقى يا سيدي، عشان دي هي كل الشغل، المركز التمركز دي كل الشغل. اذا كنت انت قد الخصم، اقوى من الخصم، يعني مثلا الخصم 90 وانت 90، الخصم 90 وانت 90 بس على ارضك مثلا وانت زياده 6%، فانت كده 96. اذا كنت اضعف من الخصم بواحد او باثنين مش هتفرق. ففي الحاله دي يفضل انك تسيب كل حاجه زي ما هي، يعني تثبت خط النص، تثبت خط الدفاع، وتثبت الهجوم، او تخلي الهجوم هجوم فقط. فانت في الحاله ان انت بقى اضعف من الخصم، او انت مثلا في نفس مستوى الخصم بس خايف من الخصم، الخصم عامل معسكر تدريب، فانت خايف في الحاله ديت مثلا وسط الخصم اقوى من وسط، مش هتعرف مثلا تسايسه في المباراه، فانت تعمل ايه؟ في الحاله دي هنرجع خط الوسط يساند الدفاع. فديت كل حاجه اذا كنت انت اقوى او اضعف او قد الخصم. فانت الحاله الوحيده اللي ترجع بيها الوسط يساند الدفاع اذا كنت انت خايف من الخصم وانتوا قد بعض او اضعف من الخصم، رجع الوسط يساند الدفاع تامينا للدفاع. وطبعا دفاع منطقه وتسلل لا، وقطع الكرة على حسب الحكم زي ما اتفقنا في فيديو بتاع خطة 4-3-3 اللي هسيبه لكم في الايفون، اللي حابب يتفرج عليه اقوى الخطط الهجومية في الايفون. وبعدين نيجي للضغط والعقلية وايقاع اللعب. بص يا سيدي، دلوقتي احنا لو قلنا نبدأوها بايه؟ نبدأوا ان احنا الخطة متوازنة، انت بتلاعب واحد قدك في المستوى، اقوى منه انت بواحد باثنين، اضعف منه بواحد باثنين، وعايز تعمل تكتيكات محترمة. فانت في الحاله ديت ممكن
تعمل من الـ40، انا مش هديك رينج معين اقول لك العب بيه، لا، لان كل يوم التكتيكات بتتغير، وممكن المدرب اللي قدامك يكون اذكى من المدرب اللي قبله، فانا مش هديك رينج انك تعتمد عليه، وده غلط جدا، غلط كبير ان اديك رينج وانت تتن على نفس الرينج، لا، انا هديك مساحه انك تلعب براحتك في الارقام. فانا انت دلوقتي متوازن، او انت والخصم الماتش متوازن، انت ندي ليه وانتوا الاثنين في نفس المستوى، او انت اقوى سنه او اضعف سنه بسيطه جدا، فانت في الحاله دي معاك من 40 ل 45، معاك من 40 لحد 45، ما تزيدش عن كده وما تقلش عن كده، الا لو انت مثلا خايف منه زي ما اتفقنا، بس هنيجي لمرحله ان انت اذا كنت اضعف او خايف من الخصم، هي من 40 ل 45 في حاله اذا كنتم متوازيين او اقوى منه سنه او اقل منه سنه. العقليه هننزل للدفاع عشان نامن دفاعاتنا من 34 لحد 37، لا نزيد ولا نقل عن كده، من 34 ل 37. التمرير السريع طبعا دي بتبدا من 65 اذا كنت انت في المتوسط، فمن 65 ل 70 اخرك، من 75 من 65 ل 70، ما تزيدش عن 70 وما تقلش عن 65. ممكن تقل عن 65 تروح لل 63 مثلا، ما تقلش عن كده، ده الحد الادنى، الرينج الادنى خالص. فدلوقتي دي الخطه اذا كانت زي ما قلنا مثبت كل حاجه في مكانها والدنيا متوازنه. اذا كنت انت بقى خايف من الخصم، او انت الخصم اقوى منك بكتير، فانت عايز ترجع الوسط يساند الدفاع، ففي الحاله دي انت تعمل ايه؟ الحاله ديت انت هترجع تعمل الضغط طبيعي، هتسيب خصمك يمسك الكوره براحته وانت تضغط واحده واحده، اهم حاجه تامن دفاعك. فانا هديك رينج من 33 ل 37 او 38، ما تزيدش قوي، يعني مثلا لو زدت ممكن 39 ده اعلى حاجه توصل لها، انك ما تعلاش ما توصلش ل 40 ابدا، طالما انت مرجع خط النص يساند الدفاع. خليك من 33 لحد 39 زي ما اتفقنا. دلوقتي هنيجي للعقلية. العقلية طالما احنا نزلنا للضغط طبيعي، فانت هتضطر تنزل بالدفاع اكتر واكتر، وهي هتبقى من 29 ل 33، من 29 ل 33 اخرك، 29 ل 33. والتمرير السريع هيبقى من 67 ل 70، ما تزيدش عن كده ولا تقل عن كده، من 67 ل 70. وديت كانت التكتيكات اذا كنت انت رجعت خط الوسط يساند الدفاع. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى منكم تشتركوا في القناه وتدعمونا لايك عشان تحفزونا لفيديو جديد ان شاء الله. واتمنى منكم لو انتم حابين سلسله الخطط والتكتيكات لكل خطط المدرب الافضل، اتمنى منكم تدعمونا باللايك. ولو انتم حابين للخطط المضاده، يعني انا انزل خطه 4-3-3، لو انتم متحمسين وحابين انزل خطط المضاده للخطط المدرب الافضل، اتمنى منكم تكتبوا لنا في التعليقات وتدعمونا باللايك برضو، ما تنسوناش. يلا مع السلامه.